صانع المحتوى الجميل المبدع حمادة العاني. الله يخليك، نورنا. دول عاني شلونك؟ الله يخليك. شو اخبارك؟ الحمد لله على ان شاء الله. الله بخير وعافيه وصحه دائما. الحمد لله تماما رب العالمين. محتواك جميل جدا. اشكرك. وراح نبلش بالاسئله ان شاء الله. اوكي، نبلش بالبدء الضائع. على راحتك. يلا اوكي. كل اربع اسئله جواب على كل سؤال بست ثواني فقط. تمام. منو اقرب شخص لك بالبيت؟ امي. لو خيرك بين السوشيال ميديا والحب؟ سوشيال ميديا. اكثر كذبه تكذبها دائما بصراحه؟ ست ثواني انت. ما ادري. هواي لازم. لا ما اكذب اني. ابد؟ ابد. حلو. الحمد لله. منو صندوق اسرارك؟ امي وكم صديق. كم صديق؟ اثنين تقريبا ثلاثه. الله يحفظهم. الله يخليك. نبلش بالاسئله؟ تفضل. من شنو عانيت اليوم بصناعه المحتوى؟ عانيت انه جماعه اللي بلا محتوى، احنا ما نسميهم هذول صناع محتوى. نعم. نسميهم انه اشخاص ظهروا بكلمه لو باسفاف او بشغلات ايحائيه. نعم. وصعدوا وما نسميهم محتوى. تعتبر محتواك برساله مهمه وهادفه؟ نعم. مثل شنو؟ ايش قدمت رسائل؟ اني قدمت اول شيء، انا بالبدايه ما كان عندي محتوى، انه كنت اصور يا جماعتي وهاي الامور. بديت سكتشات يومياتك. يومياتي. نعم. بديت سكتشات تمثيليه زين، كوميديا. نعم. سوداء. نعم. وراها العالم قالوا لي انت دراما زين، انه وجهك دراما، رياكشناتك هاي الامور، اتجهت للدراما. حلو. كل السكتش تمثيلي انا عندي او فيلم افلام. نعم. عندنا احنا 7 دقائق 10 دقائق برساله. نعم. نوجهها للبنيه. الرساله ماخوذه من الشعب، من العفو الشارع العراقي ومن المجتمع وما يدور حول الشارع العراقي، صح؟ بالضبط. نعم. نعم. أيه. شنو اهم رساله وصلتها تشوفها انت، اقرب رساله لقلبك اليوم وصلتها في احد المحتويات اللي قدمتها؟ فيلم وصلنا برساله في فيلم، انه الشخص اللي يستولي على بنية تخص شخص ثاني، تخص صديقته مثلا، العفو صديقه هيك امور. نعم. يحب انه صادق لياه وما ادري شنو. تعتبر هذه منتشره لذلك اختاريتها اقرب بالضبط. قصه ممكن تكون. نعم. منتشره بصوره، منتشرة واضحه، بصوره كلش كبيره. شنو السبب اللي يخليها هيك منتشره؟ بسبب انه هم نفسهم، هم الاشخاص الداخله مو زين، الجوع اللي موجود، جوع الحب، التعطش للحب، الجوع ضد النساء. هذا مو حب. سيف. هذا احنا نسميه شلون اقول لك، بنات، حياته كلها بنات، بنات ما عنده شيء انه عنده طموح او شيء، لا على حياته كلها بنات. تعتبر انه حياته كلها بنات، هذا شيء راجع له، ولكن انه يتعدى على حدود الاخرين. بالضبط. واحنا هذا غير مسموح به. نعم. اي 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 حريه ضمن الحيز الشخصي للشخص نفسه. هذه حريته تعتبر. بالضبط. ولكن عندما تتعدى الحدود لتعبر لاذيه شخص او مجموعه غيره. هذا تعتبر أذية كبيره ويحاسب عليها. بالضبط. زين. نرجع على السوشيال ميديا. نعم. منو من صناع المحتوى عفوا اليوم انت تشوف محتوى مفيد جدا؟ صناع المحتوى. نعم. كوطن عربي لو عراق؟ العراق، احنا نحكي في محورنا وتحياتنا اكيد للوطن العربي. انا بالنسبه لي مو من النوع الاجتماعي واللي اختلط بالناس. زين. اتابع مسلسلات، شغلات، ملتهب، حتى ما عندي علاقات بالسوشيال ميديا ويا ناس هواي ابد. عندنا مثلا علي كلوزي. زين. علي كلوزة. حياتنا إلى صديقي علاو الحبيب. الله يخليك. وعندنا بعض، يعني بعض الناس عندنا هواي ناس يعني زينين، واكو لا، اكو ناس بلا محتوى. بلا محتوى. بلا محتوى. نسمع. احنا اليوم نريد، انت كونك تعاني من الظلم على السوشيال ميديا، كون محتواك مفيد انظلم. بالضبط. ليش؟ العالم قامت الغطى المحتوى، مع احترامي للمشاهدين وإلك، المحتوى التافه غطى على المحتوى، صناع على مصنع المحتوى. نعم. اللي احنا نتعب مثلا سكتش تمثيلي او فيلم نصوره 10 ايام سكتش تمثيلي، اطول بي يومين وتصويره بحدي ومونتاج بحدي واخراج بحدي، واجيب شخص حتى يصور وياي، واخذ مقطع من بنيه مثلا، اذا عندي مقطع تمثيلي لازم. نعم. تكون بي بنيه. نعم. تجيب المقطع دزليه من يعني غير دوله، تمام، ربطه ومونتاج وشغلات، وبالاخير تسمى سرقه النقل. لا لو لا لا، ايصال فكره تكون وياي. لا هي البنيه. عفوا، انت ممثله، توقعت انه تقلد. لا 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 لا، ممثله وياي. قلدت فيديو من الفيديوهات ايضا. ككوميديا. اي لان انا مو كوميدي. زين. ما تعتبر سرقه؟ لا لا بالعكس، نقل رساله بالضبط. توارد مثل ما نقول، او توارد يعني. نعم. مو سرقه، استفاده أيضاً. للطرفين. بالضبط. أيضاً. من راح تنسال راح تقول انا اخذت من فلان فكره من هذا اذا مقطع يسالون عليه، ما اقول اخذت من. شفت لك فيديو سالتك عليه خلف الكواليس. نعم. هو فيديو الصلاه والتقرب من رب العالمين. كانت فكرة الفيديو للتوضيح للمشاهد انه اذا الشخص مهموم. نعم. ويقول وين اروح، يخلي راسه على السجادة وسجدة طويلة ورب العالمين الاقرب دائما. وهذا ونعم بالله. اكيد نعم بالله.
قلت لي ما ص... ما... قلت لي انه هذا الفيديو توقعت انه حيوصل بالضبط مليون. ايه ايش قد وصل؟ وصل بالانستغرام 71,000 72,000، بالتيك توك وصل 1000 مشاهدة. لا مظلوم مظلوم كلش. شنو السبب؟ مو سبب، انما حتى التعليقات يعلقولي اهو انت قمت شلون مثل ما احترام هالكلمه تستشرف وسوي روحك شيخ. انا مو شيخ، انا ممثل سكتشات تمثيليه، دا اوصل رساله توعويه انه الموضوع صلاه، اتجه للصلاه، تختنق اتجه للصلاه. انا مو شيخ، انا لا فد يوم نزلت على الدين، لا فد يوم نزلت على السياسه، ما له شغله. رب العالمين ملك الجميع، وليس ملك لازم احد الاديان او بالضبط. او ما شابه بس العالم انه شخص يتجه للدين، انت اوصلت شيخ، اتجه مع احترام الناس الزينه للتفاهه، انت تافه. تدري هاي شنو سببها؟ سببها صناع المحتوى والمحتويات التي تطرق بالضبط. لانه المشاهد ما متعود يشوف هذه الشغلات، متعودين على التفاهه، متعودين على المحتويات الغير محتويات، يعني غير محتوى، المحتوى الغير قابل، الغير ما بيه محتوى، بدون مسمى احنا نسميه. زين، بدون مسمى. اي يعني المفروض كل صانع محتوى كل 4 فيديوهات يخلي فيديو من هذه الافكار، هاي الامور، بس ماكو التوعويه. ممكن تكون نصيحه، ممكن تكون تقرب من رب العالمين، تذكير برب العالمين. ماكو، ما شفت احد اتجه للموضوع رب العالمين. اليوم السوشيال ميديا هي منصه لجميع الاعمار، تحويه الكبير بالضبط. والصغير. نعم. الطفل يشوفك والكبير عفوا يشوفك، الشيخ والوسط العمر المتوسط يشوفونك، كلهم يعتبر من موجود على السوشيال ميديا هو يحمل مسؤوليه كبيره جدا كشخص. الشخص المشهور على السوشيال ميديا يعتبر حامل المسؤوليه. صح، لانه انا يشوفني الطفل ويشوفني الشيخ ويشوفني المتوسط العمر. نعم. خاصه احنا نحدد الاعمار اللي دون المستوى العفو العمر القانوني، دون ال 15، دون ال 15. هذا يقلد. أي. اليوم يشوفني انا في محتوى ما يقلدني، هو على عفويته يقلدني بالضبط، ما يعرف شنو هذا المحتوى. ولذلك السبب، هذا قاطعك بشغله، ان هم الاشخاص هسه اللي يطلعون بالجديد على التيك توك، على منصات البقيه، تقليد، لان عنده شخص مثلا، هذا الشخص انه انا عندي هذا مثل اعلى، احب محتوى. ليش ما نصحح المثل الاعلى، نختار شخص يستحق ان يكون مثل اعلى؟ مع عندنا هواي ناجحين بالعراق، بالوطن العربي، والعراق ولاد للناجحين دائما. عندنا شخصيات بكل المجالات، بالفن، بالشعر، بكل المجالات. غطوا هذول، مع احترام لك البلا محتوى، غطوا على جماعة المحتوى. اليوم يشوف أسماء مهمة جدا بالعراق، أكبر منا عمرا وفنا وذوقا، مو بالفن أنا تحديدا، عفوا الفن أعبر بها عن كل الأعمال اللي قدمها، وكل عمل هو بنوع من الفن. نعم. صار جمهوره ومتابعيه مو بقد الشخص اللي طلع بلا محتوى. اي شنو السبب؟ السبب هو المحتوى. نعم. اللي يقدمه شخص، يعني مثلا اقل شيء، طب انا على التيك توك اشوف ناس يغنون، ناس يمثلون، ناس لايكات عليهم او التعليقات، يعني اجزاء من التعليقات انه قليله يقولون له مبدع. بس هل هذا تضليل؟ ما نقول تضليل. تضليل لعقول الشباب؟ لا لا، انا اقول لك الشخص اللي جهل، هو جهل وعدم ثقافة، هذا من الأخير أعطيك إياها، والمجتمع اللي هو انولد به. ممكن تكون الموضوع الأساسي هو التضليل، ولكن عدم الثقافة، الأشخاص اللي ما عندهم ثقافة ما افتهموا أن هذا تضليل، راح ويا الروج مثل ما يقولون أهلنا وناسنا باللغة العامية. أي أي، ويا الروج، مش ويا الروج، ما يدري أنه هذا تضليل للعقول، هذا عدم ثقافة، هذا بتوجهات اخرى مثل ما يقولون، بتوجهات اخرى. ايه كلش هو، لان الاعلام والسوشيال ميديا تعتبر هي احد منصات الاعلام. بالضبط. قبل ما كانت اكو السوشيال ميديا، والتلفزيون فقط. نعم. والراديو. الان السوشيال ميديا هي منصه للاعلام اقوى حتى من التلفاز، واقوى من الاذاعه. نعم. صح لو غلط؟ صح. ممكن تكون هذه بها مواضيع كثيره وطرق اخرى غير اللي انا وانت ومن يصنع المحتوى ومن يصنع بلا محتوى. ايه. بعيد عنا عقلا، بعيد عن عقله هذه الامور. بالضبط. وراح ويا الروج، بس ما يعرف انه هذه وراها اجنده ومواضيع كثيره. صح صح لو غلط؟ صح. هي زير. مشكله العقل. زين، مشكله العقل، مشكله الاعمار الصغيره. انا دائما انزل يابا، بس لا تنزلون بالمحتوى، ديروا بالكم بالمحتوى، ترى اكو ناس تتابعكم صغار. نعم. اكو انت مخليك مثل اعلى، انت محتواك حلو، ليش تحولت للتفاهه؟ والله حتى اجيب مشاهده، حتى اجيب لايكات. الرقم يدوم لو السمعه تدوم. لا طبعا السمعه تدوم. هذا الشيء حتى الشخص اللي عفوا على الكلمه اللي غير عاقل، بالضبط، بدون اساءه لاحد. أي. يعرف انه الرقم ما يدوم قد ما تدوم السمعه، لان احنا دائما اهلنا يوصونا ما ربينا عليه كلنا. طبعا. يقول لك سمعتك، حافظ على سمعتك قدر الامكان. طبعا اهم شيء السمعه. زين، انا باكر عقبه شنو راح اتركه ورايا؟ الرقم؟ لا، البصمه، السمعه.
زين ممكن أنا أكون تركت عمل مهم جدا تلقى وصل لعشرة تلقوا عشرة بالضبط 10,000 5,000 10 أشخاص فردا فردا بالضبط ممكن ولكن هذه البصمة جيدة في حياته طبعا لما أروح عنهم راح يذكروها أنه أنا قدمت شيء مهم جدا وفدتهم به واستفادوا من عنده صح. بس أنا شنو اللي فائدة أنه اليوم أنا أو حمادة أو الناس أي شخص من الموجودين بصورة عامة على السوشيال ميديا يقدم محتوى لأجل الرقم دون أن يفكر بإيصال رسالة مو بس الرقم سيقى اللي قاطعك بشغلة هو من راح يسعد الرقم مالته فلوس راح تجي من عنده ها نجي على الفلوس إذا أنا أقدم محتوى تافه أي. هل المعلن يجي علي؟ أي يجي علي يجي عليك ما يروح على الشخص اللي عنده شنو السبب؟ هسانا في الحشان إذن المعلن والمتلقي والشخص اللي يقدم الدعم المادي وأصحاب الأشغال هم كلهم مسؤولين على ما يقدم على السوشيال ميديا بالضبط هسه أقل شيء أكو وضح لي بني وضح لي كون هذا الموضوع حساس حساس كلش وأنا يعني أنا شخص اليوم عندي شركات أو ما شابه عندي أعمال ومواضيع أريد أعلن عنها نعم أجيب صاحب محتوى أجيب شخص بلا محتوى لأن نعم. عنده رقم مهم أي. بالعكس هو راح يخسر روحه لأن صارت مرة ويا بنية معروفة ومشهورة بمحتوى بلا محتوى أنا ما أسميه محتوى بلا محتوى الإعلان اللي تشوفه مقزز مع احترام المشاهدين ولك مقزز أنا من أسوي طريقة إعلان مرتبة هسه حتى لو أنت كان محتواك لا شيء أوكي بس أنت من تكون من تقدم الإعلان بطريقة راقية ومرتبة زين العالم راح نقول إنه يجوز مثلاً كم واحد إنما الإعلان سويته بصراحة يعني طبعا التعليقات وواصل 1.5 مليون المعلن لما يروح على هيك أشخاص نشوف رقم عالي شوف بعد المقارنة اللي راح تصير أو ما أعرف شنو نسميها لأن دا أحكي بانفعال بهذا الموضوع لأن كونه حساس والناس دائما يركزوا لي عليه أحكي بيه بالبرنامج رقم عالي للشخص اللي بلا محتوى سعر الإعلان مالته أقل أقل من الشخص اللي محتواه مهم ورقمه قليل مرات الشخص اللي محتواه يقول أنا ما أقيم نفسي ما أخذ إعلان بمبلغ بسيط لأن أنا تعبان على نفسي صح. وإن كان رقمي قليل صح. نعم أي بس لا شخص رقمه قوي سعره مال الإعلان أقل من الشخص اللي محتواه مهم واللي عدده أقل من عنده يعني قصدك الشخص اللي بلا محتوى سعره يكون أغلى من نعم إيه لا أقل؟ الشخص أقل مرات لا وصاحب المحتوى يقول لك أنا محتواي مهم ما شكو واحد شكو ابني شكو شخص عنده يعني عفوا ما عنده محتوى إعلانه والسعر ما تاكلش غالي سامع بأسعار الإعلانات كذا هم يقولون 3,000 دولار 4,000 دولار شكيت 3,000 دولار 4,000 دولار على فيديو أي والله المعلن يتحمل هذه المعلن يتحمل إيه براحته هو راح يخسر شأننا احنا واكو شركه خسرت زين خسرت بسبب انه طلبوا من صانعة محتوى اذا تقدم نصيحه لصناع المحتوى شنو راح تكون صناع المحتوى لصناع المحتوى واللي بلا محتوى لصناع المحتوى استمروا وراح توصلون وتذكروني اتعب وما لك علاقه بالمحتوى تبدا تشوفها قدامك بس صناع يعني من نقول احنا صناع المحتوى الاشخاص اللي بلا محتوى زين راح توقفون وراح تنسون واحنا رحنا لكم ذكر هاي حكايتي حلوه هاي هاي بدبلوماسيه نروح الفقره الاخيره اي زين هي فقره الرساله نعم انت اكيد عرفت شنو فقره الرساله هذه اي بس انا ما اريدك تتهرب من السر كونه نعم. هو السر تفضل يا ملو سمحت ولو اتعبك لا عادي اريدك تكتب لي سر عنك سر اي تريد اعلن اقرا امام المتابعين او تريد ما اقرا هي كلمه زين بس ما اريد اعلنها لاحد اوكي والله بس وقع لي واذكر اسمك ما هي ما واضحه الكلمه كلش ما راح تفتهم انت اصلا هاي حبيت شكرا حماده محتواك يستاهل ان يكون مشاهداته 10 مليون الله يخليك والله العظيم الله في دول العالم وان شاء الله اشوفك باعلى المراتب ان شاء الله ونفتخر عندنا طاقات شبابية حلوة وراقية وتفكر بصناعة شيء مفيد للمجتمع وللمتلقي قبل ما يفكر برقم أو ينعرف ولو المشاكل اللي موجودة حالياً على السوشيال ميديا هي على مود الرقم العلاقات أكثرها وعلى مود مشاكل البنات بس أريد أقدم كلمة المتابعين طبعاً
انا اشكر متابعيني كلش كلش اشكر متابعيني زين. لان اشخاص دعموني ودائما ويا محتواي، واشكر اهلي ام وابوي لان ساعدوني الله يخليك ساعدوني على هذا الموضوع مال التمثيل ودعموني ووقفوا في طريقي، واشكر اصدقائي جميع يعني، وهاي شكرا لك الله يخليك.